في هذه الخبرتين اللي ولاو خبره واحده يمكنهم ويكون خير مفيد ونافع لسكان الولايه ومدافعا عن احتياجاتهم وانشغالاتهم. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه. استاذ سليم، ما بعد كاف رئيس الهيئه الولائيه الانتخابيه ونعم تكريم الشيخ ورئيس الهيئه الانتخابيه الولائيه والاخوه الاخوات اعضاء الهيئه الولائيه الاخوات والاخوه متصدري القوائم ورؤساء الهيئه الانتخابيه البلديه على مستوى ولايه وهران، الاخوه والاخوات المترشحين والمترشحات، العاملين كذلك اللي متعودين على العمل معنا مع الحركه ورانا نشوفوا فيهم اللي ربما خدموا معنا اكثر من 6 انتخابات على راسهم خونا قدور تاع الباسبور ولا جماعه قاعده نشوف فيهم امامي اللي ثاني فيهم راه داير معنا 5-6 مرات تاع انتخابات محليه على الاقل 97. الان ممكن كاين اللي راه في 8 انتخابات بين تشريعيه محليه وكاين اللي راه في 10 اللي دار انتخابات كذلك الرئاسيه تاع 99 تاع 95 99 2004 2009. اذا ف جميعا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حقا من هذه الخبرات وهذه الوجوه ما بغيتش حنا نوروا لهم شيء يديروا الحمله الانتخابيه، انما هما اللي باغي ان شاء الله يكونوا القاطره الاساسيه والخزان الرئيسي نتاعنا في الحمله الانتخابيه. فالحمد لله الان حنا في ولايه وهران الحركة استطاعت أن تدخل 20 بلدية من 26، وهذه 20 بلدية تقريبا هي البلديات الكبرى للشاف اليو تاع الدوائر أنها كامل، والبلديات الكبار اللي معروفة بالمقاعد تاع 23 مقعد 19 مقعد 33 مقعد إلى بلدية وهران اللي هي 43 مقعد. لما ندخل 6 بلديات ما دخلناهاش ربما كان فيه تهاون منا اللي خلانا ما دخلناش، كنا طبعا ندخلوا 26، لكن قدر الله اننا دخلنا 20 بلديه ودخلنا بقائمه على مجلس الشعبي الولايه. هذه 20 بلديه طبعا عندنا فيها 3 رؤساء بلديات راهم ممارسين مازالوا دروب مياه. رئيس بلديه تليلات خونا حمو اللي نحيوه وحضورته معنا، وكاين رئيس بلديه طفراوي اللي هو يعتذر لكن جماعته راهم هنايا. نواب الرئيس واعضاء الهيئه التنفيذيه الحاليه ثاني، وعندنا رئيس بلديه بوتليليس اللي هو خونا زايد مجيد، انا هو غايب كذلك لكن جمعته نائب رئيس البلديه والمترشحين موجودين معنا في القاعه، وعندنا الرئيس السابق خونا صلاح الدين شعبني ولا سابق والان هو متصدر القائمه تاع حاسيب ونيف مصر. عندنا رانا هذا رؤساء البلديات مش رئيس بلديه، لا هذا رئيس بلديه، لا ندى تيتر تاع رئيس بلديه اللي جاي من قريب. عندنا بلديات اخرى، عندنا راس قائمه بلديه وهران خونا الحاج الزين دار مرتين نائب رئيس بلديه تاع بلديه وهران العهده 2002 2007 2007 2012. عندنا خونا قاره ميلود نائب رئيس بلديه مرسى الكبير هو راس قائمه تاع مرسى، وعندنا خونا بوسيف نائب رئيس بلديه والان راه الثاني في القائمه تاع المجلس الشعبي الولائي. الثاني حنا عندنا رصيد كبير رزي، وعندنا جيلاني خونا نائب رئيس بلديه تافو بين سيناء نائب رئيس بلديه في 2007 2012 نائب رئيس 2007 2012 هكذا بالتالي عندنا الحمد لله من الخبرات في المجال تاع الانتخابات وخوض الانتخابات والحملات الانتخابيه وتسيير المجالس المنتخبه سواء كرؤساء بلديات ولا نواب رئيس ولا اعضاء لجان، عندنا خبرات كثيره، وهذه الخبرات الحمد لله باغي تفيد غيرها من المترشحين والمترشحات تعطي لهم رصيد، واكيد المترشحات اللي جاونا والمترشحين اللي راهم اول مره يدخلوا انتخابات اكيد عندهم من الرصيد تاع المجتمع من الرصيد الشعبي اللي بيعطينا اضافه كبيره لهذه القائمه.
عندنا كذلك قواتنا النساء تاعنا، عندنا الاخت ميمونة عضو المجلس الشعبي الولائي من 2007 2012 راهي معنا في قائمة، عندنا الاخت المتصدرة تاع النساء تاع بلدية وهران، هي محامية وجيريست في مؤسسة كبيرة تاع ليربور اللي يعرف ليربور، مؤسسة تاع لاميناجمون ليربانيست، وهي عندها خبرة كبيرة في المجال تاع الجيريديك. أكيد كذلك بيتعطينا إضافة، بالإضافة للأخوات الأخريات، عندنا رئيس الجمعية هي القائمة تاع بلدية وهران الأخت سامية، عندنا رؤساء جمعية آخرين كذلك. على أني نذكر بهذه الأمور باش نعرفوا بلي ماناش داخلين هنا الانتخابات، شو الناس داخلين جدد ما عندهم هدف، ما راهم عارفين علاهم داخلين الانتخابات، ما راهم محددين بلي راهم داخلين الانتخابات باش نفوزوا. حنا داخلين الانتخابات باش البلديات اللي رانا نسيروا بها الآن باش نحافظوا عليها، بعد البلديات اللي رانا عندنا فيها مياه إن شاء الله لازم تكون تبقى في الرصيد تاعنا، هاد المياه يبقاو يسيروا البلديات تاعهم لعهدة أخرى إن شاء الله. البلديات الأخرى اللي كنا فيها نواب رئيس بلدية ولا عندنا ناس جدد كذلك، عندنا من الطموح إن شاء الله ومن الكفاءات دي باغي إن شاء الله يحققوا نتائج كبيرة في هذا الانتخاب. إذا هذا التكامل هذا بين البلديات وهذا الرصيد تاع التجربة والرصيد تاع العمل المتراكم في مجال الانتخابات، هذا كله أكيد سيصب كذلك إن شاء الله في قائمة المجلس الشعبي الولائي. القائمة الحمد لله عندنا المتصدرة تاع النساء محامية، عندنا الأخ بوسي كما قلت، عندنا الأخ عبد الكريم طبان نائب رئيس بلدية واد الدلال، عندنا الأخ سيد أحمد بن عامر معنا هنا في القاعه، هو من نقابه التربيه تاع التعليم الان راه خرج راه متقاعد، وهو كذلك ابن مجاهد ومن منطقه الغوالم، وعنده يعرفوه مليح الناس من الحمري مديوني امير عبد القادر قرابات، كذلك بيعطونا هاد الناس كلهم ان شاء الله بيعطونا اضافه. عندنا خونا حرير نقابي سابق في بلديه عواران كذلك. اذا احنا الحمد لله الحركه الان هاد المره سيبلات الناس دي باغي يعطوا ان شاء الله نتائج طيبه. عندنا كذلك في المجلس الشعبي الولائي الحاج الاخضر نقابي كذلك من نقابي الولاء تاع بلديه وهران، عندنا خونا عبد الرحيم وليفالون وراه في القائمه، عندنا المهندس لقمش عبد الغالي كذلك مهندس سوناطراك، يعني عندنا من الخبرات من مختلف التخصصات، لان المجلس الشعبي الولائي يحتاج تخصصات مختلفة، يحتاج المالية، يحتاج التعمير والتهيئة العمرانية، يحتاج تخصص تاع الشؤون الاجتماعية والثقافية، يحتاج المجال تاع المنشآت الاقتصادية، يحتاج التربية والتعليم، يحتاج كذلك المجال تاع السياحة، المجال تاع الفلاحة، هذه كلها مجالات تحتاجها اللجان المختلفة في المجلس الشعبي الولائي. إذا أنا بغيت نعطي هذه الصورة هذه باش ما نطولوش. اما الخوض ديال الحمله وكيفاش نديروها ماشي انتم اللي باغي نوريكم، انتم ان شاء الله اللي باغي تورونا، لان عندنا ثقه كبيره فيكم والاخوه رؤساء القواعد اللي راهم احنا ان شاء الله رانا متاكدين باللي بيجيبوا نتيجه مليحه ان شاء الله في الانتخابات. في الساحه اللي راه ملاحظ يعني الاحزاب اللي مترشحه ولا النوعيه تاع المترشحين ما عندناش منافسين كبار، يعني في الاوراق في الاوراق ما عندناش منافسين كبار، كي نقولوا في الاوراق معناتها قضيه ميدان الحمد لله الحركه ما باغيش يكون عندنا منافسين كبار. حنا عندنا منافسين كبار واحد الاخرين اللي هما تعرفوهم وكل مره يعاودوا يقولوا لنا نقولوا بالك هذه المره باغي يحبسوا شويه ولا ينقصوا شويه، لكن دائما المنافس الكبير حنا هو راكم عارفين شكون هو. اليوم لو جور جي كما يسموه يوم الاقتراع، جماعة المتلاعبين بالاصوات تاع المواطنين، واللي للاسف الشديد خوفناهم بربي ما خافوش، صورناهم المره اللي فاتت وكاين دي فيديو اللي يثبتوا هذا الامر، ما خافوش وزير العدل قال بلي باغي ندورهم العداله وباغي نديرهم حتى الساعه مازال ما شفناش هذا الشيء، خوفناهم بهذا الشيء ما كانش. درنا بيان مشترك تاع 10 احزاب في وهران اللي اثبتت بالنتائج وبالحسابات، وداروا بيان رسمي وخرج كاع في الصحافه المحليه والوطنيه كذلك ما خافوش. هذه المره للاسف الشديد
هاد الناس مازالوا في هاد الممارسه تاعهم، وين شغل الاحزاب الاخرى هي الاحزاب تاع الشعب، وهما حزب ماهوش حزب تاع الشعب، هو حزب تاع الاداره تاع السلطه. احنا لما يقلعوا لنا واحد يقول لك غير في المكان هذاك، الا قلع لك الان تغير الان، ولا قلع لك الديس غير الديس، ولا قلع لك الدو تغير الدو. هما خلال 15 يوم سمعنا بسانكتات دوليس في وهران، وسانكتات دوليس في بلجير، وسانكتات دوليس في مش عارف بلديه واحده اخرى، ويغيروا كما يحبوا، ويدخلوا للاداره ويغيروا كما يحبوا. هذه للاسف الشديد تعطي يعني واحد النوع باللي الامور غير متكافئه، بالتالي هذا الامر بيزيدنا مسؤوليه اكثر يا جماعه. معناتها اذا خدمنا المره اللي فاتت 50%، هذه المره لازم نخدموا اكثر، نخدموا 70% ولا 80% من الجهد تاعنا، وخاصه يوم الاقتراع، خاصه يوم الاقتراع. يوم الاقتراع كاين نوعين من الخدمه. الخدمه الاولى هي العسادة على الصناديق، اذا درنا حمله قويه ومع عسينا صناديقنا يوم الاقتراع، سواء بالمؤطرين المراقبين تاوعنا ولا بالتنسيق مع جميع الاحزاب المتضرره من هذا التزوير، هذا نسقوا معها جميع كل واحد في البلديه تاعو، اي حزب يمد يديه. حنا رانا مدين يدينا جميع الاحزاب التي تريد المحافظه على اصوات الناخبين وعلى اصوات المواطنين. معناتها كل بلديه، لان قوائم ما تشابهش، كاين في بلديه ربما تم القوائم، كاين بلديه فيها 12، كاين بلديه فيها 15، بلديه فيها 10، بالتالي كل واحد راس قائمه ولا رئيس هيئه انتخابيه ينسق مع جميع الاحزاب اللي عندها رغبه باش تكون انتخابات حره نزيهه، وباش نخرجوا ميار فعلا يمثلوا المواطنين، ونخرجوا اعضاء مجلس الشعب الولائي ورئيس مجلس الشعب الولائي فعلا يعبر عن اصوات مواطني ولايه وهران. اذا اشكركم مجددا على هذا الحضور، وهذا الحضور دليل تاع حرص على ان ان شاء الله جماعه مستعدين. احنا اليوم الرسمي تاع الحمله هو يوم 29 اكتوبر، طبعا بالتنسيق من بعد مع الهيئه الولائيه والهيئات البلديه نديروا برنامج يكون ان شاء الله يكون ثري، ونستطيع من خلاله ان نمس اكبر شريحه من المواطنين باش يصوتوا لفائده قوائم حركه مجتمع السن في البلديات العشرين وفي المجلس الشعبي الولائي. اذا نتمنى ان شاء الله جميع رؤساء القوائم التوفيق، ونتمنى لجميع الاخوه اللي راهم مترشحين معاهم باش يساعدوهم ويعاونوهم ويوقفوا معاهم معنويا وماديا بقدر الاستطاعه، وان شاء الله ربي قبل كل هذه الجهود الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.